ما تم تداوله اليوم عبر بعض وسائل الإعلام عن وجود 4 إصابات في مشفى أطمة، فإن الحقيقة نعم كان هناك 4 مرضى لديهم أعراض ارتفاع في درجة الحرارة وسعال جاف وبعض الأعراض التنفسية. تم أخذ عينات من هؤلاء المرضى 4 وهي برتبة مخبر الترصد الوبائي، وتم وضع المرضى تحت الحجر الصحي. لذلك حتى هذه اللحظة لا نستطيع رسميا أن نقول أنه يوجد حالات ضمن هذه المنطقة لعدم وجود تأكيد مخبري، وبنفس الوقت لا نستطيع نفي وجود الحالات لنفس السبب لعدم وجود تأكيد مخبري.